صبحت اقتحامات المصارف في لبنان تتوالى مع سرعة الانهيار والشلل المالي والاقتصادي في كافة المرافق والمؤسسات. وفي جديد الاقتحامات ما شهدته بلدة الغازي جنوب مدينة صيدا، اقتحام مودع يدعى محمد رضا كركماس وابنه إبراهيم لفرع بنك بيبلوس للمطالبة بوديعته لدى المصرف المذكور. وبعد عدم الاستجابة لمطلبه، عمد إلى تهديد الموظفين بسلاح كان بحوزته وسكب مادة البنزين وهدد بحرق الفرع في حال لم يتم إعطائه وديعته. وسادت حال من الهرج والمرج داخل فرع المصرف المذكور لبعض الوقت، وتمكن كركماس من الحصول على مبلغ 19200 دولار من وديعته وتسليمها لأحد الأشخاص الذي كان ينتظره خارجا قبل أن يتوارى عن الأنظار. ولاحقا سلم كركماس نفسه لفصيلة درك مغدوشي، وباشرت الفصيلة وتحت إشراف النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب تحقيقاتها مع كركماز وابنه إبراهيم. وتبين بنتيجة التحقيقات أن المودع كركماز لبناني يعمل سائق أجرة من بلدة عنقون قضاء صيدا، استخدم مسدس بلاستيك وقنينة بنزين في تهديد القائمين على المصرف المذكور، وأنه دخل إلى المصرف مع ابنه إبراهيم وشخص آخر انتظرهما خارجا. وكركماز الأب لم يكن بوارد إيذاء أحد، وإنما كان هدفه استعادة وديعته الذي حصل على جزء منها. وأفيد أن كركماز الأب رفض الإفصاح عن اسم الشخص الذي سلمه الأموال المستعادة من وديعته. عضو جمعية المودعين طلال خليل طالب عبر صوت لبنان المصارف باسترجاع الأموال للناس. اللي صار مع سالي بعد البداية، كل المودعين اللي نزلوا قبل على البنوك وطالبوا بحقهم، هيدي البداية. مع كل الأزمة الاقتصادية اللي عم بتصير على العالم، العالم اختنقت، ما عم بتطالب تسرق أو تاخد شيء مش من حقها، هيدا حقها، مصرياتها موجودة بالبنك. نحن كجمعية صرخة المودعين عم نقول وعم نرفع الصوت عاليا، يا عمي رجعوا المصاري للعالم لو بالتقسيط، ما تكون سرقة ووقاحة. لجأنا للقضاء، الإعلام لجأنا للإعلام، صرنا 3 سنين عم ننزل على الشوارع عم نطالب بحقنا. أخذتوا المصاري حجزتوها 3 سنين، أخذتوا الفوائد تبعها، صحتين على قلبكم، بدنا مصرياتنا. هيدي المصاري عبارة عن غربة وشقة عمر، ما حدا حيتنازل عن حقه. أنا عم أكد لكم كان بلبنان أو برا لبنان حتنطالوا يا أصحاب المصارف. ويبقى السؤال، هل دخل لبنان مرحلة جديدة لتسريع الانهيار والفوضى بالتزامن مع قرب الاستحقاق الرئاسي؟ وهل سترد المصارف على هذه الظاهرة بإعلان الإقفال العام؟ من صيدا رئيف الملاح، صوت لبنان.